بدأت عمالقة الشوط السابع تتوافد تباعا إلى الميدان عمالقة الدرجة الأولى أبطال الدرجة الأولى على ميدان الأحلام أمهار مواليد عام 2017 أمهار صغار السن كبار الفعل تلتقي بسابع المهرجانات بشوط الخروف أول الوافدين إلى الميدان بسابع أشواط هذا المهرجان نجم الشمال ابن الفحل نادر الرؤية المالك رأفة التدريب بمصدر الأمال يقود الصقر زنور غدير وكلاسيك الصخرة يقود المدرسة الشمالية بزيو هذه هي أسماء عمالقة خيول الشوط السابع بالسلام والنجاح إن شاء الله لجميع المشاركين ها هو عقيد الأصايل ابن الفحل جونيور المرام والأم منى العياد القادم من الليد المالك والمدرب سلمان العساوي من الليد سيقود مدرسة الفرسان سالم العقبي يليه نجم الشمال ابن نادر الرؤية المالك رأفة تدريب الإسطبل الأزرق سيقود الفارس المايسترو الصغير محمد غدير سيعتلي صهوة المهر نجم الشمال يليه مصدر الأمال مصدر الأمال ابن الفحل ماجنوم والأم بنت الوزير المالكين أحمد زغلول وثائر شهوان سيقود الصقر زنور غدير القادم من اسطبل صناع الامجاد فرسان الشوط السابع اسرع شوي لو سمحتوا شوط مسك الختام كونوا على اغبة الاستعداد ثمانية مشاركين بثامن اشواط هذا المهرجان بشوط العجل على النحو التالي درويش المبين مالك الرشيد جنجي مظلوم كولومبي المبين حسن زيدان جنجي برفقة سالم العقبي مظلوم برفقة اياس كولومبي برفقة محمد الفتحي نجم الريال برفقة بزيل بلانكي برفقة الخيال ساهر وسيف الميدان برفقة الفارس يوسف عبيد اما والان زنور غدير على صهوة جوبا فلسطين الملقب بجوبا فلسطين صاحب الانجازات العديدة مصدر الامال ابن الفحل ماجنوم والام بنت الوزير المالكين احمد زغلول وثائر شهوان تدريب استبلاط صناع الامجاد على صهوته الفارس زنور غدير نجم الشمال ابن الفحل نادر الرؤية المالك رأفة تدريب الاسطبل الازرق على صهوته الفارس محمد غدير على صهوة المهر نجم الشمال يليه عقيد الاصايل ابن الفحل جونيور المرام والام منى العياد المالك والمدرب سلمان العساوي من الليد على صهوته الفارس سالم العقبي تتجه عمالقة الشوط السابع تباعا نحو جهاز الانطلاق مصدر الامال نجم الشمال عقيد الاصايل اما رابع الوافدين ورابع المنطلقين نحو جهاز الانطلاق بسابع اشواط هذا المهرجان المالك حاتم عوابده المدرب عماد غدير على صهوته الفارس بزيو على صهوة المهر كلاسيك الصخرة ابن الفحل كلاسيك رشيد والام حمامة أربعة مشاركين بسبع أشواط هذا المهرجان أمهار الدرجة الأولى وأمهار الفئة الأولى أمهار مواليد عام 2017 تلتقي على ميدان الأحلام بسبع أشواط هذا المهرجان نجم الشمال عقيد الأصايل مصدر الأمال وكلاسيك الصخرة تشيع خيول الشوط السابع نحو
الميدان وضع بصمة وحصد إنجاز عقيد الأصايل الوصيف الثاني في بطولة ميدان الأحلام العام الماضي وبطل أبطال ميدان قناة الجليل وصاحب بطولة ميدان المذبح عام 2018 مصدر الأمل. مصدر الأمل هذا المهر الذي انطلق العام الماضي من على ميدان الأحلام ليحقق أكبر الإنجازات من ميدان الأحلام إلى ميدان دير غزالي إلى ميدان المذبح وإلى ميدان الشهيد ياسر عرفات. يعود هذا اليوم لملاكاة الأبطال ولملاكاة أمهار الدرجة الأولى على ميدان الأحلام كلاسيك الصخرة. كلاسيك الصخرة هذا المهر قليل الخبرة ينطلق هذا اليوم بثالث مشاركاته في ميادين السباق. شارك العام الماضي في ميدان قنا الجليل وتوج بالمرتبة الأولى. يعود هذا اليوم من على ميدان الأحلام لينافس أبطال الدرجة الأولى. موقعه النهائي داخل بوابات ميدان الأحلام زيو على صهوة كلاسيك الصخرة هو الآخر يأخذ موقعه النهائي. محمد العارف على صهوة نجم الشمال يأخذ موقعه النهائي داخل جهاز الانطلاق. وزنور غدير على صهوة مصدر الأمال. أربعة من كبار وعمالقة الأنهار العربية الأصيلة تحصر داخل بوابات ميدان الأحلام بشوط الخروف بسابع أشواط هذا المهرجان. بالفعل انطلقت قيول الشوط السابع على بركة الله تعالى بكومة واحدة إلى أن نجم الشمال يقتنص صدارة هذا الشوط بالمراحل الأولى من هذا السباق بملاصقة شديدة من زنور غدير على صهوة مصدر الأمل. سالم العقبي يحتفظ بعقيد الأصايل بالمرتبة الثالثة إلى أن بزيو على صهوة كلاسيك الصخرة يترقب من بعيد. الدخول ثنائي والصراع ثنائي قائم على المرتبة الأولى بين مصدر الأمل ونجم الشمال. المايسترو الصغير محمد غدير بصراع مع الصقر زنور غدير الآن ما بين المنعطفين. كلاسيك الصخرة يقلص الفارق شيئا فشيئا ما بين المنعطفين. شوف هذا الثلاثي الأخضر, شوف هذا الصراع الثلاثي على ميدان الأحلام وعلى صدارة الشوط السابع. تقبل عمالقة الشوط السابع نحو الخط المستقيم, تقبل أبطال الشوط السابع نحو المراحل النهائية والحاسمة من هذا الشوط. بصراع ثلاثي مثير, بصراع رباعي كبير تحت ضغط مثير بهذا الحدث الكبير على ميدان الأحلام. تتنافس عمالقة الشوط السابع مصدر الأمل ونجم الشمال. زنور غدير ومحمد غدير مصدر الأمل ونجم الشمال, مصدر الأمل ونجم الشمال. يا سلام, هو نجم ميدان الأحلام, هو قائد العمالقة, هو قائد الأبطال على ميدان الأحلام بشوط الأبطال بشوط الأمهار الكبار. مبروك يا عرفات أبو حسين, مبروك يا عمر عرفات, مبروك للإسطبل الأزرق. نجم الشمال هو نجم الشوط السابع, هو نجم العمالقة, هو نجم الأمهار الكبار. هذا الشبل الذي يلتهم الخروف المقدم من إدارة ميدان الأحلام. صدق الأخ مجدي عرفات عندما عبرت هذه الأبطال نحو جهاز الانطلاق قال المرشح وصاحب المرتبة الأولى هو نجم الشمال, نجم ميدان الأحلام, نجم الشوط السابع, نجم الإسطبل الأزرق المنطلق من الإسطبل الأزرق إلى ميدان الأحلام ليحقق أكبر الإنجازات ويحقق أكبر الانتصارات على ميدان الأحلام بسابع أشواط هذا المهرجان. نجم الشمال ابن نادر الرؤية, مبروك ألف ألف مبروك, مبروك نجم الشمال, مبروك ألف مبروك لمصدر الأمل وكلاسيك الصخرة. أبطال على أعلى المستويات بصراع ثلاثي منذ الرمق الأول حتى الرمق الأخير. فليتفضل أصحاب المراتب الثلاثة بسابع أشواط هذا المهرجان من إنجاز إلى إنجاز ومن مرتبة أولى إلى مرتبة أولى. مراتب أولى عدة تحسب برصيد الإسطبل الأزرق هذا اليوم على ميدان الأحلام. مبروك يا عمر غريفات, مبروك يا علاء غريفات أبو حسين, مبروك ألف مبروك, مبروك حبيبنا رأفت, مبروك لنجم الشمال نجم ميدان الأحلام بسابع أشواط هذا المهرجان. يسطع نجمه في سماء ميدان الأحلام برفقة المايسترو الصغير محمد الفتح غدير نجم الإسطبل الأزرق. يسطع نجمه في سماء ميدان الأحلام. رأفت تطور محمد
وأكرم عراودي أبو العدنان يتوجون نجم الشمال. مبروك ألف 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 مبروك. مبروك حبيبنا طاقم الإسطبل الأزرق. مبروك لعمر وعلى الغشاط. مبروك حبيبنا رأفت. مبروك لمحمد الفتحي ونجم الشمال وجميع العاملين والقائمين على تدريب أبطال الإسطبل الأزرق. مبروك ألف ألف مبروك. إنجاز يسجل برصيد الإسطبل الأزرق هذا اليوم بفاتحة هذا الدوري. وخروف مقدم من إدارة ميدان الأحلام مرة أخرى. صدق الأخ مجدي غرفات عندما قال نجم الشمال هو المرشح الأول بصدارة الشوط السابع. مبروك ألف مبروك. مبروك لعلاء غرفات وعمر غرفات. مبروك حبيب رأفت. مبروك نجم الشمال. مبروك ألف مبروك. شوي مبروك ألف مبروك. مبروك نجم الشمال ومصدر الأمل وكلاسيك الصخرة أبطال على أعلى المستويات تتلألأ في سماء ميدان الأحلام بشوط الفئة الأولى وبشوط الدرجة الأولى على ميدان الأحلام. مبروك حبيبنا علاء غرفات أبو حسين ذئب الخرفان فيما مضى بطل الحاضر وبطل الماضي وبطل المستقبل بعون الله تعالى البطل الذي لا يكل قوة ولا أهمية. مبروك لمصدر الأمل ابن الفحل ماجنوم والأم بنت الوزير. مبروك حبيبنا أحمد زغلول. مبروك ثائر شهوان. مبروك لاسطبلات صناع الأمجاد. مبروك لمصدر الأمل مصدر الإنجازات ومصدر الانتصارات في كل ميدان وفي كل زمان. مبروك ألف مبروك. أما صاحب المرتبة الثالثة كما قلت لكم هذا المهر قليل الخبرة إلى أنه نافس العمالقة حتى الرمق الأخير كلاسيك الصخرة ابن كلاسيك رشيد والأم حمامة. مبروك لحاتم عوابد. مبروك للمدرب عماد غدير برفقة المدرسة الشمالية بزيو. يكتفي كلاسيك الصخرة هذا اليوم بالمرتبة الثالثة.